أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحديث اللي نشرحه اليوم حديث خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي رواه أنس بن مالك، عرفوه كامل، خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. يقول هذا الحديث، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. حديث مشطوح صغير ولكن عنده المعنى كبير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لو كان طبقوا هذا الحديث في المجتمع، غير أكثر من نصف المشاكل تروح. قد نقول أكثر، ترواكار ثلث أرباع تاع المشاكل تروح. سهل، كل واحد يحاول يطبق هذا الحديث في كل المناسبات وفي كل المواقف وفي كل أماكن وفي كل زمان، ويشوف عظمة هذا الحديث. حديث بسيط في مبناه، عميق عظيم في معناه. أولا، هناك آيات وأحاديث وين ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن الناس. هذه صعبة بزاف. اللي يعرف قيمة الإيمان يقول لك نتنازل عن كل شيء، يديزيستي عن كل شيء، من الإيمان ما يقدرش. تحرمني من الإيمان؟ لا يمكن. على خاطر الشيء اللي أغلى، الشيء اللي غالي عند المؤمن هو الإيمان. ما كاينش حاجة أغلى من الإيمان. ورب سبحانه عز وجل يعرف بلي المؤمن يحافظ على إيمانه، يحافظ في الإيمان ينس. لذلك في القرآن الكريم مثلا، ربي القرآن الكريم ينات في سورة النساء مثلا الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوفوا كي نقرأوا الآية كيني في سورة النساء الآية 65، ربي ينات: فلا وربك لا يؤمنون. يعني الثمن مرة ماشي ذي المؤمنين يكسغر بصفة الإيمان سوى الشروط. ذا شو ثنت الشروط أجيني شرطة مزورو: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف اللي يرون ولا قارس مثل مخالف سامح قد مخالفهم. الخلاف مطلوب، ولكن مثل مخالفهم أتسو غالم أرنفي عليه الصلاة والسلام: أكن خندي نخدمث كيما قالكم طبقوا. فلا وربك لا يؤمنون، يعني نفي الإيمان، سلب صفة الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ألم دغلنا الغرش فين مخلفا، فين في مخلفا، تقلت مزورو في الشرطة مزورو الشرط والسين: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. المعنى يس أكن دينا في صلى الله عليه وسلم ولا قرأ كي غاض الحال السيد هاوى يظلمي لكو السيد قولي كي ظلمي سيد لا ثمر سيد رب صافي ماشي مؤمن الشيني ما سيد الإيمان تسعود الثقة دين في عليه الصلاة والسلام سيد الثقة دي سدين حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم الظاهري، تطبيق لابليكاسيون بين دينا في عليه الصلاة والسلام. لذلك صارت قصة في ذلك العهد أنه صار زوج اختلفوا، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول يفرى في الله سن يفرى الناس شو سيض الحق شو سيض لا إلى آخره، وإن كانوا مكس الحق غادي في الحال وإن ياس الرسول يظلمي رحنا سيدنا عمر، يعني يسكر الله سيدنا عمر أما كان قرص اللغة نظورا نرز الشرع أجي راح الله كور الله كور الله كور سوبريم هذه رز الشرع صافي ماهوش راضي في جيفر التربيونال في جيفر الحكم هذا رز الشرع بون ما ترز الشرع سي التربيونال الله كور يجوز يا مشي الرسول غير عمر بقول لك انت عوجك لو كان عمر قفضان يا رسم من بعد الناس كي جيفر روح الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول عمر بخطب صحابي ذا صحفي مي النبي عليه الصلاه والسلام راه رسول مي فغان العكس وين كاين اللي فايت العقل يا سيدنا الله سيدنا عمر وين مسكين دنيا يسمع لي شيء عمر عندك ياجو سانية
اسمي بن نار سيدنا عمر حكى ناس ناس نكوين مخلف وكذا نروح الرسول صلى الله عليه وسلم يفضى ولكن كينو يا جيفارا يروح يشم يدم السيفيس يغالدين يا سنوري يا جيفارا الحكم يوني رداف وسيسي حسب ثورة السين يعطيك الصحة الرسول كيني صافي طبعا الروايات قرنيه قربي زي ما قروس ناس وقيد جزاء من يرفض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر خطير نفس المنهج نفس الأمر موجود في الحديث ما الدين بي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم باش يبين قيمة الإيمان هذه الأولى اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف باللي المؤمن يحرص على إيمانه لو كان ياسين ولكني شيني ماذا المؤمن خدمك سيد الله هذا الخدمة مادام قضية الإيمان حافظ على الإيمان خطر ما كاش كيفاش تسمح في الإيمان ممكن يقول لك قضية رجلة قضية كذا قادر تنازل على بزاف أمور من قضية الإيمان لا يمكن التنازل عنها ذيوثن الصفة الهام اللي ما نقدروش نتنازلوا عليها بسهولة لذلك إذا كان ربي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الحديث النبوي الذي رواه الإمام أنس الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا يؤمن أحدكم ولاش ذي ونوكسان الإيمان سوى ذا شو الشرط شرط مشطوحة ميسع القيمة حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه أين يحمل إجماس تحمل إيمانيس نغين يحمل إيمانيس تحمل إجماس أين يفغى إيمانيس أثيفغو إجماس أما كدني قبل حين والله لو طبق هذا الحديث لذهبت ثلاث أربع مشاكل الأمة طرواكار قاع تروح تروح نهائيا إن لم أقول أكثر خطر واضح لو كان كل واحد طبق هذا الحديث يقول باش نكون مؤمن لازم الشيء نحبه لروحي نحبه لخويا وطبق الحديث هذا وروح فرجس ذي كل أمكان أما ذي الجامع أما ذي الجامع أما فري الجامع أما ذي القخام أما ذي المتجر أما ذي الإدارة أما ذي المصنع أما ذي كل أمكان مش ذي الحديث أجين قرنك القبائل الزيك سرسا فوسيك فوليك أتفرق ضير الحلال ذا الحرام أين كيضر يضر هماك حط يدك على قلبك اللي ضرك ضر خوك داين ضرك إذا أنت مش باغي تعتدي على الناس بكل ألوان العدوان مش باغي يعتدى عليك لا تعتدي على الناس هذا ما كان تفغيض الغاشي وكتعتي في نارا وتعتدي نارا في الله خشيني وتعتدي رفيا تفغيض الغاشي وكتضر نارا وتضر راوية خطر ما كان سينا وينا غنيس وسينا غير لديفينيسيون الظلم المي عدف لي ما نعرفش تعريف الظلم المي عدف لي الباطل يتقولوا عرف الظلم الباطل موري عدارة في الناس وثي السينارة غصة ثير الديكسيونار مي يخوص عرف لي الجوع اللاز ميزيريا ونوز عدارة وسياتي ديفكا ديفينيسيون انكمال وين في تعدى الميزيريا يعدى اللاز يعدى الباطل يسند يهضر في الباطن في اللازن في المحنة إلى آخره طيب ثورة شيني ما إلا تفغيض وريتها ديرة في الله الباطل وسات ديرة الباطل فيها إلا وقف غان ذيون الحاضرين الغيبين باش واحد يقول عليك كلمة مش مليحة إذا كان النصيحة صحيحة ما فيش مشكل واحد يقول عليك أنت منافق تقبل كش كيفة هذا خطر كبير ولكن احنا الناس الله غالب ما نعطيوش قيمه لهذه المصطلحات منافق على بالك واش معنى وافق يعني راك رميته في واحد جهنم يا لطيف والحديث يقول والايه تقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ماشي مين طاد النار كان نورمال الدرك الاسفل من النار ماشي بسهوله باش واحد تعطيله مثل هذا المكان اولا هذا من قرارات الله عز وجل ماهوش من اختصاصنا اللي يقول لك هكذا يقول له انت انكومبيتون ماهوش اختصاصك باش ترمي الانسان تديرو في مثل هذا انت الكلمه هذه ضرك جارحه تيقول لك انت منافق كيما توجعك توجع الناس ما تقولهاش في الناس انت ايضا
تقولهاش تقولهاش. واحد يقول واحد اخر انت كافر، هذه مشكله كبيره كما سمعنا في الدرس اللي فات. هنا يقول لك الحديث اللي قال هكا فقد باء بها احدهما، كيف تخرجت؟ اذا كذلك الانسان الذي قيلت في حقه يستحق فهو كافر، منع القائل نجا الا ما يستحقهاش ترجع للي قالها. مشكله، هذا كلام خطير. واحد يقول على واحد اخر هو كذاب، ثاني صفه خطيره بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم قبل كثير من الصفات على المسلمين باش يكون جبان يكون خواف يكون يكون، قالوا له ترى يكون كذاب؟ قالوا لا لا، باش يكون مسلم كذاب هذه الصفه مرفوضه. انت واحد باش يقول لك انت كذاب هذه الصفه ما تقبلهاش، تضرك كيما تضرك وتوجعك، توجع الناس وتضرهم، ما تقولهاش. تقبل انت تروح باش تقضي شغل، تروح الاداره البلديه ولا الدائره ولا الولايه ولا اي مكان تقضي شغلك، وتوصل ثم توصل 10 ما كانش ريسبونسابل، تستنى حتى للزوج وما يجيش، يقول لك ارجع السمانه الجايه، النار شعله فيك، تقول والله العظيم واش مليح راه ضرني كيما راه ضرك نتايا. انت ما تضرش الناس، ماشي نهار اللي تحكم ثاني كاش بوست هكذا ثاني تقول معليش، تدخل على 9:30 يجي صاحبك تخرج معاه تشرب قهوه وتدور شويه في القهاوي وتفوت على ليبريري تشري جرنان، وكي توصل تروح البيرو نتاع صاحبك ما تروحش البيرو نتاعك باش ما يلقاوكش ولاباس، والعشيه قال لا يا درك خلاص الربعه ولا 3:30 ولا نخرجوا. طيب هذا ضرر، هذا اذى واذى كبير. طيب واحد يقول كي وهذا الحديث واش جابوا الاداره؟ نعم الحديث واضح، القاعده الاصوليه تقول العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اللفظ عام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. والحديث قياس، الحديث قياس، واحد منا يرضى واحد منا مثلا يرفد باباه ولا يماه يديه الدار العجزه، يقول انت يا بابا ويما انت نديك الدار العجزه تعيش ثم، رانا افطر ولا افكات ولا افسانك ضيق الدعوه نديك باش نكون مرتاح. طيب هذا الانسان ممكن يصلي، شفنا بعض الناس يصلي ويديروا هذا الشيء نورمال، يصلي ويجي قد قامت الصلاه والله اكبر نورمال، يصلي ربما كاش نهار يغلط، ربنا اغفر لاخواني، وربما يدعو لوالديه اللهم اغفر لي ولوالدي، يذكر الدعاء ويسمع الدروس ويسمع الايضات والمواعظ وكذا ما يمكن ما ينساش. هذا الانسان لو كنت تقول له انت تقبل غدوه ولادك يديوك لدار العجزه، يديوك دار الرحمه كيما دور الرحمه، خاطر دار الرحمه موجوده باسكو ما كانش الرحمه، كون كان الرحمه ما تكونش دار الرحمه، سي اوتوماتيك. لو كان كاين الرحمه ما كانش دار الرحمه، الله يبارك الشيوخ الكبار اللي راهم هنا، ما كانش بكري قال واحد يديه دار العجزه، كاين ولاده ما كانش ولاد ولاد ولاد، ولا ما كانش ولاد كاين عمومه كاين خواله كاين زريعته كاع الخير ربي كاين، إذا ما كانش كاين الدشرة راه الدشرة سيدي، خاطر الدشرة عندها النيف، تقول عيبة علينا الدشرة يقولوا باللي فلان ضيعوه ضيعوه باش يوصل لهذا الدار وكذا بعيد كل البعد. ولكن أنت تقبل باش ولادك غدوا يديوك يرميوك في دار العجزة؟ تقول ما نقبلش. إذا أنت ثاني ما تديرش لباباك ويماك هذا الشكل، واحد سلف لك دراهم نقذك من ورطة، خلاص كنت في مأزق في المحنة سلف لك دراهم لازم ترجعهم له، خاطر انت كي تسلف تبغي باش يرجعهم لك باش تبقى الثقة فيما بين الناس. ولو كان واحد منكم هنا يسلف الواحد ما يرجعش، ثاني ما يرجعش، العاشر ما يرجعش، يقول لك خلاص زين بقى على خير الخير، زين خدمار الخير فرات. وعلاش قلت في مقدمة الحديث هذا الحديث مهم جدا، حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي باغي يحافظ على صفة الإيمان لازم الشيء اللي يحبه لروحه يحبه لغيره، فغضين الهني إيمانيش فغوثي مدن، وفغضرين نديري إيمانيش وثفقوا ياري مدن وفرات